اليوم بقى 25 ساعة، كلنا عارفين إن اليوم 24 ساعة بس، وده كان زمان، لأن النهاردة أطول يوم في تاريخ الكوكب كله. ظاهرة غريبة ما حصلتش من مليار سنة وهتحصل النهاردة، لأننا كلنا هنعيش وهنحكي لأحفادنا إننا عشنا وشفنا اليوم وهو 25 ساعة مش 24، ودي كارثة بكل المقاييس. وليها معنى واحد بس، وهو إن نهاية العالم قربت خلاص وكلنا هنموت. والخبر ده علشان الناس اللي كانت بتسأل على ميعاد يوم القيامة، أحب أقول لهم ما تستعجلوش لأنها قربت قوي. وده مش كلامي، ده كلام مجموعة من أشهر علماء ناسا في مقال كامل نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، وقالوا فيه إن النهاردة عدد ساعات اليوم هتزيد ساعة كاملة. وده ليه؟ سبب واحد، وهو إن حركة دوران الأرض بقت بطيئة، وكل ما تقل حركة الأرض كل ما يزيد النهار، والكارثة الكبيرة إن عمرنا هيقل معها، وده طبعاً علشان عدد أيام السنة هتقل هي كمان، فبدل ما كانت 365 هتبقى 350 يوم بس، والظاهرة دي بتحصل من 200 مليون سنة، وعدد ساعات اليوم كانت بتزيد دقيقة واحدة كل 3 مليون سنة، وده خلى العلماء يزودوا اليوم ثانية واحدة كل 10 سنين. وعشان حظنا الأبيض أعلن برنامج إيرث ديت اللي عملته أمريكا في جامعة تكساس علشان يراقب حركة دوران الكوكب، وقال المسؤولين عن البرنامج إن حركة دوران الأرض هتقل مع مرور الوقت بسبب جاذبية القمر وحركة المد والجزر، وده ليه نتيجة واحدة بس، وهي إن الأرض هتقف عن الدوران والليل هيختفي والشمس هتحرقنا كلنا. يعني أهم حاجة لازم تشغل تفكيرنا هو الكوكب اللي هيولع بينا كلنا، فيا ترى هنعيش لغاية اليوم ده؟ الحقيقة إجابة السؤال عند ربنا، ومع نهاية حلقتنا كلنا لازم نسألكم السؤال التقليدي، يا ترى هتعملوا إيه في نهاية العالم؟ مستنيين إجابتكم على السؤال ده ورأيكم في كل اللي قلناه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من مباشر مصر.